السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواتي حبايبي، اتمنى من كل واحد عم يشاهدني لاول مره يشترك بالقناه ويحط لنا لايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل كل جديد وتعمل فائده على الجميع باذن الله تعالى. اليوم اخواتي موضوعنا مثل ما يكون شايفين قدامكم استحمام طائر الكناري بفصل الشتاء. في بعض الشباب بتقول انه هل ممكن نحن مثلا انه نحمم طيورنا بفصل الشتاء؟ في بعض الشباب وخاصة المبتدئين مثلا ممكن يخافوا انه يحمموا طيورهم اخواتي بفصل الشتاء. طبعا اخواتي في وقت معين ممكن انت تحمم طيورك بفصل الشتاء اخي. اول شيء ما فيك تحممه باول نهار ولا فيك تحممه باخر نهار. افضل وقت تحمم طيورك اخي الكريم هو بمنتصف النهار، يلي من بين الساعة 12 تقريبا للساعة 2، ويفضل تكون الحرارة عندكم أخي الكريم عالية. إذا كانت الحرارة بالغرفة مثلا منخفضة يفضل كمان أخي الكريم ما تقدم الحمام لطيوره. وفي نقطة تانية بحب نوح عليها، إذا أمكن كمان يفضل تكون درجة حرارة المي نفس درجة حرارة الغرفة. يعني أنا ما فيني مثلا فوت لهم مي من برا مثلا درجة حرارتها منخفضة تكون باردة كتير وقدمها للطيور، كمان هذا الشيء بضر الطيور ما بفيدها. وكمان اخي الكريم اذا في عندك كمان طيور او طير مريض او مرضان او عم تداوي عم تعطيه دواء او علاج، يفضل ما تقدم الاستحمام بفصل الشتاء. طبعا اخي الكريم بنحط نحن مع المي كم نقطة او كم قطرة من خل التفاح. بالنسبة لموضوع الاستحمام، فيك تحمم طيورك انت بجميع المواسم لانه الطير هو بحاجة يحمم حاله لحتى يتخلص من الفاش اذا كان موجود او من البكتيريا الطفيليات. يعني الطير بحاجة للحمام بجميع المواسم وجميع الفصول، بس مع مراعاة تقديمك اخي الكريم للوقت او مع مراعاتك لتقديمك اخي الكريم للطيور. طبعا اخي الكريم مع مراعاة بعض العوامل اللي هي نحن ذكرناها، تكون المي دافية نوعا ما، ما تكون باردة يعني مسعة او مجلدة كتير، تكون نفس حرارة الغرفة تمام، وما تكون عندك انت الطيور لا سمح الله مثلا مريضة وما تقدم الحمام، وما تقدم الاستحمام فصل الشتاء باول نهار واخر النهار. يفضل افضل وقت فيه هو منتصف النهار. وهذا هو كان موضوعنا، حبيتك شارككم هاي اللحظة واعطيكم بعض المعلومات وخاصة لاخواننا المبتدئين يلي استحمام الطيور الكناري بفصل الشتاء، لانه في كتير تعليقات عم يقولوا انه احنا فينا نحمم طيورنا بفصل الشتاء. طبعا اخي الكريم فيك تحممه، بس حكينا احنا بعض العوامل بعض المراعاة العوامل اللي هي ممنوع انت تحمم طيورك، اللي هي حكينا احنا عنها ما في داعي احنا نرجع نشرحها مرة ثانية مشان ما اطول الفيديو عليكم. وهذا هو كان موضوعنا، واتمنى اخواتي اذا ما لك مشترك بالقناة تشترك بالقناة، اذا شفتني بالساهل تحط لي لايك وتعمل شير للقناة وتشترك حتى تعمل فائدة على الجميع، وهذا الشيء اخواني بيشجعني على تنزيل فيديوهات قادمة، والسلام عليكم.